بدايه بيه امال ايه نربع يا غبي اخيرا جاء اليوم المطاريد كلها من تزرع اليوم اللي هنقضي فيه على المطاريد وللابد على راي الاستاذ علي الحجار انا بد من يوم محلوم تترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم يا امر جلابك لقيني انا بحسك في ولي ولس بتعبر بهارت رايح جاي عم تكلم وانت عم تلعب الحمش لا 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 يا كبير ده انا جلابك كنت بعمل فايبريشن عشان الحرب انا مش قلت مليون مره لك في الموبايلات يا احمد الحرب ها اشرف ها قفل موبايلك ولا لا يا اشرف قفل يا كبير ها مش كيفك كيف جلوس الطين انا لو قعدت اهزك فيك للصبح مع الحرب شغله مثال على علينا يلا رجاله اجهزوا تنزل يا جيل يا جيل يا جيل